السلام عليكم البنات، كديري؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى نلقاكم على خير. اليوم بغيت نعك معكم الشباكية، هاد المرة بواحد النكهة اللي تتعطي فاش تاكلوا الشباكية تتعطي واحد المذاق زوين، واكترية الناس ما تعرفوش اشنا هو هاد المذاق اللي زايد فيها. مهم نبداو البنات على بركة الله، بسم الله بالمقادير. عندنا هنا جوج ونص ديال الفرص، عندنا هنايا ربعة ديال الزنجلان اللي مصهط شوية ومطحون مزيان حتى ولا على شكل عجين، عندنا هنايا ربعة ديال اللوز مطحون وهو خضر، طحنو مزيان حتى يبدا يطلق الزيت ديالو، أيبان لكم أنه اللون مجهد زعما تيبان بحال المار اللي ضفت عليه. معلقه كبيره ديال الغبره ديال اللوز، انا فاش نقي اللوز القشره ديالو تنشد نخشيها في الفران، فاش نشعل الفران نطيب الخبز نديرها فيه حتى تتكرم لي هذاك القشره، تنطحنها مزيان ونغلب لها ونولي نزيدها في الشباكيه في البهله في بزاف ديال الحوايج. عندنا ربعه ديال الزبده نديب مذوب مزيان، سمحوا لي البنات، المسكر الحر مدقوق مع سكر كلاصي، معلقه النافع، طحون مزيان، المروزيه تحيد منها هذيك العطريه بحال البزار والسكنجبير ما يديروش ليكم، تيدير غير المروزيه بوحدها. هنا جوج كيسان ديال الزيت، جوج كيسان ديال الماء الزهر، خمسة المعالق كبار ديال الخل، حيت الخل الا كثرتو تيهرس لينا الشباكيه. هنا كاس الماء باش نجمعو، هنا شوية قبيسة ديال الملحة، هنا معلقة كبيرة ديال القرفة، هنا ثلاثة صفار بيض وبيضة كاملة، جوج ضامات ديال الزعفران الحر، جوج خمارات وقبيسة ديال الخميرة ديال الدار، والعسل والجنجلانة هنايا محمر، والزيت باش نقليو الشباكية ديالنا. هادو هما المقادير اللي نحتاجو اليوم. نبداو البنات نديرو جوج ونص ديال الفرص، راني مغربلاه، راني مغربلاه، ضروري البنات تغربلو هادشي كامل تغربلو. ناخدو قبيسة ديال الملحة، غادي نديرو الزنجلان، هنايا زلافة ديال الزنجلان مطحون مزيان، راه مسهط عاد مطحون باش يطحن ليكم يولي ليكم هكا. هنايا ربعة ديال اللوز مطحون مزيان خضر، معلقة كبيرة ديال حبة حلاوة، معلقة كبيرة ديال النافع، حيت عندنا هنايا جوج ونص ديال الطحين، وناخدو معلقه ديال القرفه، معلقه كبيره ديال القرفه، غنشدو ماء الزهر غادي نخويوه ونديروه يسخن شويه، واحد جوج كيسان ديال الماء الزهر، وغادي نلوحو فيه ضامة. الا ما كفاناش اللون، ما عطاناش اللون اللي بغينا، عاد نزيدو الثاني، نزيدو هذوك معلقه كبيره ديال المروزيه اللي كتليكم، نديرو راس معلقه ديال المسكه الحره مدقوقه مع سكر كلاصي، غادي نديرو خمارات، تنديرو كاع النواشف، أي خمارة بغيتو ديرو ماشي ضروري هاد، صافي. وغادي نلوحو هاد الرص معلقة ديال خميرة فورية، خميرة حبيبات، خصنا
هاد العناصر كلها تجانس مع بعضيات عاد نبداو نديرو النواش نديرو السوائل. بعد ما خلطت هاد العناصر غادي نديرو 3 أصفار البيض، عاد بيضة كاملة حيت البياض البيض تيدير الكشكوشة. درنا دابا البيض، غادي نديرو الزبدة، ربع ديال الزبدة، هادشي بحال الزبدة خصكم تذوبوها قبل باش برد ليكم مع البيض. انا درت دابا الكميه كبيره، الفيديو الاول درت ليكم غير 1.25 كيلو، المره درت عندي واحد الكوموند فيه 2 أونص. غنزيدو دابا 2 كيسان ديال زيت العود. الا بغيتو ديرو كاس زيت العود و زيدو الثاني، بغيتو ديرو تا زيت المائدة ديرو كاس زيت العود وكاس مائدة، ماشي ضروري. الا بغيتو نقصو المقادير، بغيتو المقادير قل نقصو بالنسبة للناس اللي تيديروا لي كوموند. غنديرو دابا 5 المعالق ديال الخل، ها واحد، 2 3 4 5. متكسروش الخل البنات باش ما تهرش لكم العجينه. دابا غادي نزيدو هذاك 2 كيسان، بعد ما بردو لنا 2 كيسان ديال الماء الزهر. انا درت 2 ضامات ديال الزعفران. هنا عندنا كاس ديال العنبه ديال الماء، هو باش نجمعو العجين. البنات بعد ما جمعتها راني زدت كاس ديال العنبه، بقى لي منه شويه، شي 1/4 كاس اللي بقى. تتبقاو تزيدوا الماء شويه بشويه حتى تجمع لكم العجينه على هذا الشكل. انا نديرها في العجانه تعجل لي شويه حيت عندي الكميه كثيره. ونتلاقاو. ها هي العجينه ديالنا البنات بعد ما وجدت، خاصها تكون قاصحه، ما خفيفه ما قاصحه، خاصكم بين وبين البنات كما تتشوفوا هكا. دابا غادي نقطعها على شكل دوائر باش تسهل عليا في الخدمه. ترى هي هادي، راه عجنتها غير شويه في العجانه ماشي بزاف، غير باش العناصر يتجانسوا مع بعضياتهم وصافي. لما تيقدش يدلك يديرها في الحكاكه، حكاكه ديال شو حكوا بها مطيشه. هنوريها لكم. هيا البنات دوزوها على هاد الحكاكه، تحكوها كاملة دغيا تدلك، شتوها؟ دابا نجمعو، صافي على دوار. بعد ما درتها البنات في بلاصتي كطلقات ليا شوية،
ماشي 10 دقائق تقريبا نبدا نفلطوها. ندوزو البنات دابا باش نديرو الطريقة ديال التورق باش تجي الشباكية مورقة. أو شرب العسل تجيني تا الخدمة ديالنا ساهلة حيت على حسب الوراقة، أما اللي تيخدم بلا وراقة ما يدير هاد الطريقة. بالنسبة للمكينة ديال التوريق تتعاون في الخدمة بزاف صراحة. بحال هكا ديرو لها بحال هكا وخشيوها في البلاستيك ونخليوها ترتاح عاوتاني. شكل شرائط كما قلت لكم حيت انا نديرها في الوراقه ماشي بحال المدلك. مدلك تطلقي تلقى واحده بحال هكا. هاد الطريقه تتخلي الشباكيه تجي مورقه. على الطريقة نقطعو دابا الشرائط بحال هكا. كاين اللي غادي تجي هاد العملية صعيبة راه ساهلة، كاينة فيها الخدمة في هاد الطريقة في اللول، أما في التالي صافي تولي تجي في الخدمة ساهلة. جبتو التانية، أنا راه ديجا طلقت شي وحدي قبل ما نصور راه العجينة تجي قاصحة البنات، فاش غادي نسد عليها في البلاستيك غادي ترطب. البنات العجينة ديالنا بعد ما طلقات لينا كما كنتو تشوفوها راها قاصة، هي طلقات دابا وطلقات الزيت ديالها كما تشوفو ها نتوما. دابا غادي نطلقها وغادي ندوزها في الماكينة طيب دغيا غادي تطلق معاها. هكا تجينا عريض ما تجيناش شعر. صافي غادي ندوزها، غندوزها دابا في الماكينة غنقول لكم واش من النمرة 5 نحاولو نعرضوهم. غنديرها نديرها في الماكينة باش
تعرضت جاتني واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، جوج ثلاثة أربعة خمسة سادسة طوى أربعة خمسة ستة، جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة السادسة. هادي هادشي اللي خرج ليا من الروتوش، شتو هاد البنات؟ تخرجش انا بزاف ديال الروتوش، كاين اللي تيخرج لي بزاف ديال الروتوش. نعاود معاكم هانتوما البنات، جوج على جوج على جوج هكا، ندخلو يدينا الوسط ونقلب بحال هكا ونقرصو ونحاولو نوسعوها شويه تجينا على هاد الشكل، شتو؟ نعاود وحده معاكم البنات، جوج على جوج على جوج، تنقرصو ونطلعو من هاداك الجوج اللي تنينا بحال هكا، ونقص من هاد الجناب باش ما يجيوناش غلط. بعد ما سخنت لينا الزيت لحت فيها الشباكيه اللي خدمت الاول البلاطو الاول، بعد ما نشفات ليا وجدت هنا العسل، فاش غادي نديرها خص العسل يكون بارد ويكون ثقيل البنات، وهنا فاش نصفيه البنات انا نقطب باش نقلب الشباكيه ديالي باش ما تهرسش ليا والعافيه تكون ناقصه. هذا ما كان فاش طيب ليا واللوحه في العسل تلاقاو لينا، غادي نديروها في العسل، العسل يكون البنات بارد، نصفيوه من الزيت عاد نديروه في العسل. غنخليها في العسل حتى طيب لينا المقله الثانيه عاد نبدا نحيد فيها البنات. هانا معكم بعد ما كملت الكميه اللي عندي، نتلاقاو باش نوريكم الطبق النهائي. ها هو الطبق ديالنا بعد ما زينته بشويه ديال الجنجلان محمر، تجي على هذا الشكل رقيقة وشاربة العسل مجعبة. هانتوما كي تشوفوا، هانتوما شتوها كي معلكة بالعسل. هادي هي الشباكية ديالي بعد ما وجدتها. إلا عجبكم البنات الفيديو ضغطوا على لايك ودعمونا بأبوني، ولكتو اول مره تتشوفوا القناه ديالنا ضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا